سبحان الله اليوم خاطرتي اللي خطرت علي اليومية عن الغاز الكاز، ذكرت سبحان الله أول أيام السبعينات الكويت كان الطبخ كله على الغاز، سيارات مثل تناكر صغيرة مثل وانهتات صغيرة، تيوتيون إيرانية وسبحان الله يوزعون الغاز، وقرايش وشول سبحان الله هذه اللي يسمونها مثل السرايب وزهوي وخشب الله يرحمها يد تتي أم حسين أم بشيرة لال عبد الله، وطبخ ودخل الثعول الشامية سبحان الله. فسبحان الله يعني نعم نعم الحين وين صار طبخ بكهرباء وبغاز وسبحان الله صاج وصار يعني سبحان الله 100 طريقة وطريقة سبحان المغير الأحوال. أول ماكو دوة وكان هذا الغاز فحم سبحان الله، فيعني سبحان الله نعم الله علينا كثيرة. يعني الحين بالسبعين للحين تقريبا 50 سنة تغيرت الدنيا سبحان الله، يعني صار تطور كبير خاصة بدولنا دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وصارت الأجهزة الكهربائية سبحان الله واللي هي هذه ما تعمر يعني 15 سنة وتتغير، والتطور يعني لاحقها سبحان الله. فيعني الحمد لله على نعمة العافية والصحة ونعمة يعني القدرة المالية، يعني حتى أيامها أيام الأجوال أتذكر كان الله كرب خير وزير وزارة الإعلام السابق محمد ناصر السنعوسي والفيران وحاربه، كان يعني حتى حكي الدية حكينا كان بالديرة كان غير سبحان الله. على فكرة أمس أنا بخيطان شفت فار سبحان الله يمشي ويمه قطاوة فرجع الفار موجود سبحان الله بالحواري. يا رب ان احنا مثل ما يقولون كان الطبخ نوعيته تختلف، اول يعني كان يطول يقعدون مثل بالصبح للساعة 3 العصر كان كله مروقات وكله شبزي وبامية وفاصوليا وقرع وبطاط يعني، وكان يعني حتى الإدام مو متوفر يعني فيه بس مو مثل الحين، الحين الدليفري واكل الناس يعني كانت اول غير سبحان الله. يعني وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله علينا احنا في دولة الكويت الحمد لله وايد، يعني الله سبحانه وتعالى غير حالنا، يعني يانا المطب مال الغزو الصدامي بس الحمد لله تجاوزناه سبحان الله. حتى ملابسنا يا ناس، طريقتنا، سياراتنا، حتى السيارات اول كانت حديد الله، يعني الامريكي حديد قوي، والالماني ذكرته وكان لازم خالد سيد علي الرفاعي كان يحب البي ام هو وخالد حامد يحب المرسيدس، كان حتى البي ام غير يفرش ونوعيته، وكان بسليمان السليطي يعني كانت السيارات كانت البيوت نظامها. الحين شوفوا نعم الله بالبيوت يا ناس سبحان الخالق. فمن سبحان الله من الكاز الى الغاز، الحين الكويت ودول الخليج من اكبر الدول المصدره للغاز، تحول كبير بفضل الله وإلى الأمام يا كويت وشكرا.